الصوت العالي من الزوجة في منه نوعين، زوجة حادة وعندها ندية، وزوجة صوتها عالي بسبب ضغوط الحياة. الزوجة الحادة اللي بتتخانق مع جوزها وصوتها عالي بدافع عن الندية والعند، النوع ده اتناقشنا فيه في فيديو سابق. النهاردة هنركز على الزوجة اللي صوتها عالي بسبب ضغوط الحياة. زوجة عايشة في دوامة، الحمل تقيل عليها والمسؤوليات كبيرة، بتشتغل طباخة وغسالة ومدرسة وسواقة، تودي المدرسة وتجيب من التدريب، بتربي الولاد لوحديها، والزوج ينطنش مشغول وإيده ورجله في المية الساعة. طبيعي إنها تكون مستهلكة ذهنيا وعاطفيا، وتكون مدمرة نفسيا أحيانا، وبتكون قبل الانفجار في أي وقت. قبل ما نقول نصيحة للزوجة دي هي وجوزها، خلينا نتفق إن الصوت العالي سلوك خاطئ غير مقبول، سواء من الزوجة الحادة أو الزوجة المضغوطة أو الزوج هو كمان. الزوجة المضغوطة لازم تكسري دائرة الضغوط اللي حواليك، اخرجي، اتفسحي، اهربي بعقلك بره الضغوط دي. بلاش احساس المسؤولية المتزايد عندك ده، واحساس جلد الذات، واحساسك بالتقصير الدائم. عيشي عمرك، عيشي أنوثتك، عيشي أمومتك كمان. نصيحة للزوج، الزوجة المضغوطة محتاجة منك انك انت تتعاون معها وتهون عليها، خرجها وفسحها وساعدها انها تكسر دائرة الضغوط اللي حواليها. شاركها في تربية الأولاد، اسمعها وكلمها وساعدها انها تتخلص من شحنة الغضب اللي عندها. أخيرا للزوجة، اهربي من الضغوط حرصا على صحتك، لأن صحتك بالدنيا، ومحدش هينفعك لو تعبتي.